يقول السائل: لي صاحب انضم إلى بعض الفرق الضالة، وذلك لما معها من بعض الخير، فهل من نصيحة؟ نعم، النصيحة أنه يرجع إلى أهل الحق وإلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخلفائه الراشدون وما عليه أهل السنة والجماعة. ننصحه أن يرجع إلى الحق. الرجوع إلى الحق فضيلة، الرجوع إلى الحق خير من التمادي للباطل. ولا يكفي إن بعض الفرق فيها خير، ما يكفي هذا، لا بد أن يكون مذهبها خالصا على منهج السلف. أما أن يكون عندها مخالفة لمنهج السلف هذا لا يقبل ولو كان عندها بعض الخير. فمن سنة الله إن بعض الأمور يكون فيها شيء من الخير، ولكن ينظر هل الخير هو الغالب أو الشر هو الغالب. فإن كان الشر هو الغالب فإن هذا الخير لا ي... فإن هذا المذهب لا يقبل، الذي شره أكثر من خيره. أما إذا كان الخير أغلب فإنه يقبل. نعم.